كأشياء أخرى. أمتنا لها حاجات متعددة. الناس يتحدثون الآن عن قيم، يتحدثون عن مفاهيم، يتحدثون عن معاملات، يتحدثون أشياء كثيرة. لأن لا أستطيع أن أستعرض لكم الكثير، ولكن أحب أن أقول نحن من يجب أن يكون في الصدارة في الحديث، لأن لنا من المصادر ومن الوثوقة ما نستطيع به أن نمنع زحف بعض الأفكار التي بعض الأفكار إنما تتمدد في الفراغ الذي نحدثه نحن. بعض الأفكار ليست قوية، بعض الأفكار تستغل انسحابنا نحن وعجزنا نحن وعدم قدرتنا نحن. نحن نتحدث مثلا لو استطعنا كما فعل بعض العلماء، وأنا أظن أن هذا يجب أن يكون، الناس يتحدثون عن المساواة الآن صباح مساء، كلهم يتكلم عن المساواة، ومن لم يتكلم عن المساواة سمي متخلفا. سأتكلم عن المساواة، فهمت ولا ما فهمتش؟ لكن نحن لا نفعل ذلك. نحن يجب أن نقول للناس إن المساواة كما ذكر ذلك علماء المقاصد هي من مقاصد الشريعة الإسلامية، وإن الشريعة لا يزايد عليها في المساواة بدليل أنها تجعل النفس بالنفس ولا تعطي أحدا أولوية الحياة إذا كان هو الذي سبق إلى إعدام الآخر. إن النفس هكذا، وفي مواقف كثير نعرف بأن المساواة والمساواة اجتابت مجموعة كبيرة من الذين كانوا مهمشين ومظلومين في من الشعوب الأخرى، إنما استهواها من الإسلام حرصه على المساواة. السود الأمريكيون إنما دخلوا بسبب ما رأوه من الإسلام من المساواة، ورأوا بعضهم في المغرب، لأن في بداية تقريبا قبل 1913 ما كانش كاين الإسلام في أمريكا، وجاء بعضهم إلى المغرب ورأى كيف أن الناس لا يقيمون وزنا للون، وأنهم دائما يهتمون بحقيقة الشخص وبجواره وبعلمه وبفضيلته، فكانوا على هذا. فهذا اجتذب لنا جمهورا كبيرا، لأنهم كانوا يعانون الشيء الكثير من التمييز العرقي والتمييز بسبب اللون. إذن ولكن نحن أيضا يجب أن نمعن ونعطي ما قاله الفقهاء والعلماء في قضية المساواة حماية للشريعة وحماية للأمة، لأننا نعلم شوف في التاريخ كانت المساواة هي دائما ترفع في محطات حاسمة. الثورة الفرنسية اعتمدت المساواة بشكل كبير، الأخوة والمساواة والعدالة. مباشرة بعدما وقعت أحداث الثورة غابت المساواة، وأصبح رجل واحد يستطيع أن يقتل 6000 واحد في من الفرنسيين ضربة واحدة صافي. روبسبيير قتل عدد كبير ثم قتل، ثم بدأت حرب أخرى، ثم بدأ اكتساح الشعوب واحتقار الشعوب وتدمير الشعوب. أين كانت المساواة؟ لم تكن حقيقة، كانت مرحلة، وهكذا في شعوب أخرى، لأنها تستدعي، لأن المساواة تغري. ولكن نحن في الإسلام نجد أن هذا مبدأ يجب أن نعرف كيف نطبقه. نقول إن الشريعة لا طريقة في تطبيق المساواة، وحينما نقول للناس إن الإسلام ظلم المرأة لأنه لم يسوي بينها وبين الرجل في الإرث، قل ولعله أيضا ظلم الرجل حينما أوجب عليه النفقة ولم يجبها على الرجل على المرأة، ولعله قد ظلم الرجل حينما أعطى المرأة الحضانة ولم يعطها الرجل، ولنجعلها خلافا وصداما في المجتمع. هذا ليس الأمر كذلك، هناك مساواة في الداخل داخل التشريع الإسلامي تكاملية وتبادلية. قد يعطي الرجل الإسلام المرأة في بعض الأحوال 16.33 فقط يعطيها أفضل من، ولكن يعطيها لإبغي تقول لمساواة. والناس سأسألك ماذا تقول لي في الله يخليك في الصداقة، ماذا تقول في 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 النفقة، ماذا تقول في النفقة تجب على المرأة بعد 25 بنت تجب عليك وهي تتقف عن مجموعة كثيرة، ماذا تقول لي حينما أقول يتبع الولد أباه في الدين والنسب، لماذا لا يتبع أمه في أي دين؟ شيء كثيرة. فأنت ما تحلش مشكلة بجواب واحد، لأن الجواب الذي كما يقول العلماء الجواب الصحيح هو الجواب الذي يستطيع أن يفسر الظاهرة. ما تفيش تلصق في واحد حاجة تقوله بالله وجاوبني هنا ونجاوبك لهي، واش كاين مساواة في النفقة؟ يجي يقول لك سيدنا لا كاين بعض النساء يساهمنا. حنا نتكلموا على هذا، نتكلموا على القانون، معنى كي نتكلموا يجب على الرجل أن ينفق وإلا وقعت تحت طائلة المادة 480 من القانون الجنائي، نديروها كذلك على المرأة. أنت تجاوب أنت تنفق وإذا لم تنفق
مشيت ل 480 مشيت للسجن والكراهه البدني والاخرى تنفقوا اختيار. ماشي هذا قانون، هذا ماشي قانون، هذا هضره، هذا مسائل ادبيه. ونحن لا نريد ان نعني المراه، المراه اعطاها الشرع اشياء يجب ان نحافظ لها عليها، اعطاها انها لا تجب عليها النفقه لا نلزمها بالنفقه، ان تطوعت فذلك، وان لم تتطوع لا يمكن ان لقاض ان يلزم المراه بان تنفق لانها موظفه كبيره او كذا مثلا. هذه شيء، هذا ترتيب اسلامي، ما يشوف اسره واحده اخرى يشوفها واحده اخرى. راه كاين بزاف ديال الاسر، كاين الاسر اللي ما عندهاش تاع العقد كاع. على كل حال نحن اذا محتاجون الى ان ننظر في هذه الاشياء التي تداهمنا وتملا عقول ابنائنا. نحن لا نخاصم احدا، ولكننا لا نترك، لا نتنازل عن حقنا في ان نقول. يجب ان نقول، يقول الاخر ونحن نقول. نحن لسنا خصوما لاحد، نحن نواجه فكره بفكره. فإذا كنت لأنني أجد فكرة أخرى أنا مطمئن إليها وعندي عليها أدلة، إذا كنت تعتبرني خصما لأنني خالفتك، فإذا أنت لا تؤمن بالحوار أصلا. ما تكلمنيش على الحوار، تكلمني على حاجة أخرى. أنا أحاورك وقبل مني وقبل منك، وإذا كان عندك شيء أفضل من هذا الذي أقوله أنا نسمع لك.